ماشي استعداد؟ يس. واجدة؟ شكرا سي حسن. بونجور. ان شاء الله ندوزو بخير وعلى خير ونمشيو سالمين ونرجعو ان شاء الله سالمين. وزارة ديالو قالو ذابو جيرانو الله يخليني قديه تحية وتقدير إلى الأب والمعلم الروحي الأب حسن. شكرا على هذه المقتطفات الجميلة. نشكرك على تواجدك معنا اليوم في هذه الرحلة اللطيفة. ننوي لك أن تستفيد ونستفيد. وصلت ما داك هي الراس ديال المحمد علي الفيلاج ديال إيساكن تيزيران دهدوه بوكزين أغاندرو تعالوا الجبال يا
سيروا بنا نغني هناك ونشاهد الطيور. في كم دري كم هنايا اطرحوا راح ندير سي صاب اسمع لي اي واحد يا واحد جامع سيتو هذيك سميتها عبد النور حتى الفوق حتى لعند الجامع فيك Thank you.
بالنسبه للبارح ملي شفتك طلعتي لدادو قلت اليوم نوحاش واش تقدر طلعتي صعيبه بزاف اليوم ساعه طلع عليك انت الاول اليوم ما شجعناك شي علاش؟ علاش لان دخلتي كومبيتيسيون خافاني منك الله يهديك انت الاول انت في الكوكبه الاولى ديال سي حسن خصك ميداليه والله العظيم برافو عليك درتي البارح دادو واليوم درتي تيدغين في واحد ميم با 24 ساعة تبارك الله عليك شكرا والله يعطيك صحيحتك ومزيد ان شاء الله من Un ami à moi. Oui. Et je lui ai promis pour arriver au sommet. Bravo. Le plus haut du Rif, à 2456. Très bien, bravo. Thank you.
ترجم احسن صح. احنا نعود غير في الترجم ان شاء الله. جروب واعر وشي واعر معنا ديالك والمرونه ديالك والصبر ديالك، وايضا شكرا على سعه صدرك، وشكرا حيت انت رمز تمثيلي على الرجل كما كنقولوا الرجل يا شيخ. وتبارك الله عليك، يعني ما زلت تحافظ على المرونه الجسديه ديالك وحتى الفكريه مع احنا صغار نورمالمون احنا الابناء ديالك وهكذا يعني. فشكرا لك، شكرا للتواجد ديالك معنا، كنا سعيدين بالتواجد حياتي. والله زعما برافو ليك، انت تبارك الله عندك واحد الاتحاد، واحد قوه عطاك ربي ما شاء الله. عطاك الله الله يكبر عليك. الله يكبر عليك. الله يكبر عليك. زعما زعما تحدي كان الصراحه هما هما شهدوا وشافوا. يا تقولنا شنو شافت؟ قلت لهم كنتي في المقدمة تبارك الله. شكرا زعما الصراحة على السلامة ديالكم. الله يسلمك. تبارك الله عليكم اخوتي. ايوا اش غنقول، مغامرة رائعة جدا بحال اللي كنقول انا جاست فور تشامبيونز، غير انك كامبيونيس هذا ما يقدرش يعمل اي واحد. وشحال ما تقول لي كدا ما كداش، بالحق اليوم خرجنا من فوق 10 على 10 تبارك الله. جوج دقيقة في يومين دهدو وتدغين، وما شاء الله الأحلام دائما كخص واحد يتبعها. هادشي كامل هذا الويكند درنا غير بواحد الأحلام، بواحد الملاغة هذه 15 يوم كنا نعملو، ما قلناش حتى نعملو. أنا فقت صباح لله جاتني من بالي هاد البلاكة دهدو وطلقت مع الدراري، قلت لهم الدراري اليوم عرفتوا شنو حلمت؟ قالوا لي شنو؟ قلت لهم حلمت مع بلاكة الدهد. بداو كيضحكوا كاملين بهم، قلت لهم انا كنوجد لا بروغرام. فعلا خمسة دقائق مور داكشي بروغرام كان مكتوب، بدا كيتصيفط لعباد الله كامله. الحمد لله تشرفوا معنا مشاركين، الله يعم راس العال، الله يعمرها دار ترانكيلوس. حتى هما خصهم تحدي، خصهم يجربوا راسهم واش قادرين واش ما قادرينش. وبالنسبه لي واخا عندي بزاف ديال التجربات بالنسبه لهذا الترايز، بالنسبه للروندوني وبالنسبه للخراجات والجبوله، بالحق نقول 10 على 10 على المغامره اللي عملنا. الله يبارك، تبارك الله، تبارك الله علينا. شكرا السي حسن، شكرا مرضي، شكرا تبارك الله عليك. الله يعزك. عقزتي شفت الواد الصباح ومع بقيت مشطوب على التليفون، انت شفتيني كلشي كيهضر في التليفون مع الاسف. دار اخو ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم، تبارك الله عليك اخي. كنت كنسرح له واعره تينا، كنتي بريفيكتو. ايوا اللي قد ان شاء الله نعاودوها ونعاودوها ونعملوا هذه البدايه، مازال ان شاء الله نعملوا قيمه وياخرين وياخرين وياخرين. تبارك الله عليك، الله يخلي الصحه والله يطول في العمر، تنلحقوا تنعملوا حاجات ياخرين مزيانين. تبارك الله عليك، مستوى ابطال. تبارك الله عليكم، تحيه للمجموعه ديما 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 ديما. يعني بصراحه زعما هذا الشيء اللي دوزنا كان رائع جدا، رائع جدا جدا. واروع ما فيه هو الرفقه الطيبه، الرفقه الطيبه هي اروع ما كاين في هذه الخرجه هذه. هي تدغين هي اعلى جبل في الريف، اللي هي 2456. المسار ديالو ساهل بالنسبه للثلج، كيكون شويه صعيب. ما بالحق معليش كنديروا مسار اخر اللي هو ساهل، وفيها الطبيعه الخلابه، فيها مناظر زوينه بزاف. السمات ديالك في الطلوع ديال الناس الكبار في السن ديالي انايا. قال لك واحد المثل، العود اللي تحقر يعني راه الناس الكبارين هما اللي كيصدقوا كيتمشوا بزاف. صراحه انا مشيت مع جروبات عده بزاف ديال الناس، السن ديالهم كيفوت 60، وكنقول زعما بحال الا كنحقرهم، ولكن كنصدق هما اللي كيوصلوا للولين. ما عندي ما تبارك الله. السي مصطفى هو يخرج معنا قيد لي هما، الله يحفظك، الله يخلي الصحه. شكرا بزاف.